خلينا نخش على ترند الاهلي ونشوف اهم الاخبار اللي اتقالت على الاهلي النهارده وبالتحديد بعد الهزيمه، لان خلي بالك بقى الاخبار دي برده مهمه ولازم نعلق عليها. اول حاجه بطولات وحسام على تويتر بيقول لك بحضور الخطيب لجنه تخطيط الاهلي اجتماع مع مع سواريش بعد الخساره من بيراميدز. هتلاقي بقى ناس بتحاول ايه يعني تبين لك ان الدنيا ولعه. هي ممكن تكون الدنيا صعبه علينا كلنا، بس الناس في النادي اكيد عارفين ازاي يلموا الفرقه وقراراتهم تبقى ماشيه ازاي. السيستم بيبقى معروف في حاله الهزيمه، في حاله شكل زي اللي احنا شفناه امبارح، وفي حاله الفوز بيبقى في حاجات محدده كده بتتعمل. فخلوا بالكم من الحاجات برضو اللي زي دي. الراجل ما لحقش اصلا. خش على الخبر اللي بعده. خاص اول صدام بين الاهلي وسواريش. بص بقى اول صدام بين الاهلي وسواريش. انا كده بقول لك ان سواريش الراجل مدرب جامد قوي بتاع، لا باين انه جامد ولا باين انه وحش. الراجل ما لحقش، الراجل لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الراجل لسه بيقول يا هادي. فهتلاقوا حاجات زي دي كتير، ناس كتير بتستنى تستغل اخطاء الاهلي او تستغل تعثرات الاهلي. مش هنديكوا فرصه. طب بعرض الاخبار دي ليه؟ عشان اقول لكم خلوا بالكم. تعال خش على الوتر الرياضي. ثوره تصحيح في الاهلي، 8 لاعبين يقتربون من الرحيل في صيف 2022. دي كلها امور وارده بالمناسبه في الكوره، لكن مش ده الوقت اللي هنقعد نقول فيه ايه بقى مين يمشي ومين ما يمشيش. هما هنا قايلين لك 8 لاعبين، تعال اقرا متن الخبر هتلاقي 13 لاعب، وده امر غير منطقي. فالناس في النادي اكيد عارفين ازاي يدعموا الفرقه بالشكل الامثل، وده المطلوب، ده المهم عشان نخرج من الحاله دي. حتى لو ربنا باذن الله قدر لنا ان احنا ناخد 3 بطولات لازم نعالج، وده هيحصل اطمن. خش على اللي بعده. بعد ثنائيه بيراميدز ثوره تغيير في الاهلي خلال مواجهه الزمالك بنهائي الكاس، هنا اجتهادات ممكن تبقى مقبوله شويه. يقول لك بقى تغييرات في التشكيل، فلان هينزل مكان فلان، وكلام ده جانب تحليلي مقبول ما فيهوش اي مشكله. حلو، خش على اللي بعده. اول قرار من سواريش بعد صدمه خساره الاهلي ده من اليوم السابع من بيراميدز. في اطار الاخبار المتتاليه اللي بتخرج من مؤسسه اليوم السابع على مدار الساعات السابقه ولحد دلوقتي وكل نص ساعه خبر، هتلاقي حاجات زي كده كتير على مؤسسه اليوم السابع تحديدا. انا مش عارف ليه ومش عارف الهدف ايه ولصالح مين. لصالح مين؟ اللي اعرفه ان المفروض مؤسسه اليوم السابع تبقى على مسافه واحده من الجميع، واي اعلام محايد من المفترض ان يكون على مسافه واحده من الجميع. احنا هنا اعلام فئوي، لكن لما انت تبقى عامل تقارير واخبار سلبيه بشكل متتالي عن النادي الاهلي فده امر غير مسموح به على الاطلاق. فخلينا اكتفي بالاخبار اللي زي دي. وقبل ما اخد مشاركات حضراتكم هعيد رسالتي، خلوا بالكم مؤسسة اليوم السابع، وانا بقول لحضراتكم اهو بالاسم، بتعمل تقارير واخبار متتالية عن النادي الاهلي كل نص ساعة بشكل سلبي قبل مباراة كبيرة ما بين الاهلي والزمالك. الغرض الواضح بالنسبة لنا ها احنا بنقول المشهد ازاي والشكل بيظهر ازاي. الغرض الواضح ان يبقى في فتنة، مش بتهم بس ده الواضح بالنسبة لنا. الواضح ان مفيش حيادية ومفيش اي فير ما بين الاندية. فهنا رسالتنا للمؤسسة الكبيرة اللي بتدير مؤسسة اليوم السابع، يا جماعة خلوا بالكم عشان دي تصرفات افراد داخل اليوم السابع. فخلوا بالكم بعد اذنكم، الكلام ده ممكن يؤدي لفتنة كبيرة ما بين ناديين كبار قبل مباراة كبيرة ما بين الاهلي والزمالك.